بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي طلاب وطلبات الصف الأول الإعدادي، معكم مستر طلعت الغيطي من قناة ذاكر لي حساب وبس. النهاردة إن شاء الله برضو هنكمل بقية مراجعتنا بتاعة الجبر. طبعا ما عادش حاجة على الامتحانات، أهم حاجة تركز وأنا بحل. الأسئلة كلها بتتكرر، مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة صعبة، الأسئلة كلها بتتكرر. هم حوالي بالظبط 7 8 امتحانات تحلهم، هتلم المنهج كله وهتعرف تحل بإذن الله وتجيب درجة كويسة جدا. بس طبعا احنا هدفنا الدرجة النهائية، تمام؟ الحد الجبري بيقول لي سالب 3 سنتر تربيع صاد من الدرجة. الحد الجبري تعالى نكتبه هنا كده. عندي له حاجتين، عندي حاجة اسمها المعامل، تمام؟ وعندي حاجة اسمها الدرجة. ركز معايا. المعامل يعني الرقم اللي قدام الرمز. الرقم اللي قدام هنا اللي هو ايه؟ سالب 3، هو ده المعامل. يبقى المعامل الرقم اللي قدام الايه؟ الرمز، تمام؟ طب الدرجه؟ الدرجه اللي هو اكبر اس او مجموع الاسس. هنا سين تربيع وهنا صاد، طبعا الصاد دي اس واحد. صاد دي اس ايه؟ اس واحد، فعشان كده هنجمع الاثنين ونجمع الواحد فبتبقى الدرجه الثالثه، ما بقولش ثلاثه، الدرجه الثالثه. طب فضل مثلا نفس الرقم اهوت سالب 3 سين تربيع، سالب 3 سين تربيع زائد صاد. او ممكن اقول لك ناقص صاد. يبقى هنا الدرجه بتاعت الحد الجبري ده من الدرجه الكام؟ الدرجه الثانيه. قال لا. طب ليه؟ طب ليه هنا من الدرجه الثانيه؟ ما دي زي دي. لا يا حبيبي، هنا في فرق خالص، ان هنا في ما بين السين تربيع والصاد في زائد او ناقص. في ما بين السين تربيع والصاد زائد او ناقص، والزائد والناقص ديت حد فاصل ما بين الحد ده والحد ده. فصل، عامل زي السكينه كده، خرسانه فصلت ما بين ده وما بين ده. يبقى ده شيء وده شيء تاني. وطبعا انا بجيب الدرجه الكبيره، ده اس 2 وده اس 1، هجيب مين؟ هجيب الكبير اللي هو مين؟ اس 2. طب انا عندنا اما هنا مفيش فواصل ما بينهم، فعشان كده جمعت. طب لو جه قال لي مثلا ايه؟ ص اس 3 س اس 2 ع، كل ده يتجمع، ده اس 1، 3 و2 و1 يديني 6 بالدرجه السادسه. يبقى الحد الجبري سالب 3 سنتر تربيع من الدرجه الثالثه. وعرفنا ليه؟ الثالثه، وخلي بالك علشان هنا مفيش فيه فواصل، مفيش فيه فواصل. المنوال للقيم 3 وكذا وكذا وكذا. في ناس قالت لي احنا عايزين حصه للاحصاء، ليه؟ الاحصاء فيها اصلا؟ الاحصاء مش في... الاحصاء مش فيها حاجه خالص. وناس خايفه من الاحصاء وانا بخاف من الجدول، ليه 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 بس كل ده؟ المنوال اكتب جنبه كده، اكتب المنوال اكتر رقم جه. اكتر رقم جه. مين اكتر رقم جه هنا؟ هنا 3 وهنا 3 وهنا 3. تمام؟ اما السبعه هنا اتكررت مرتين بس، يبقى الثلاثه، هو ده المنوال. ايه اللي صعب في في الاحصاء يعني؟ طب تمام. يبقى احنا اهم حاجه بس تركزوا في الايه؟ في بتاعه الحد الجبري ديت، تمام؟ طب تمام. هنا بيقول لي 12 س اس 5 بيساوي 2 س في ايه؟ 2 في A يديني 12. حته بحته اهو، 2 في A يديني 12، 2 في 6. السين طبعا اس 1 بس ما اتكتبش، تمام؟ سين اس 1 في A يديني سين اس 5، ها؟ سين اس ايه؟ سين اس 4 بس. اذا كان الكوسين دوت بيساوي 3 سين تربيع زائد كاف س ناقص 12، فان قيمه الكاف، الكاف ديت يعني نقط. الكاف دي يعني نقط. تعالى نضرب هنا نعيد كده جدول او اللهم صل على رسول الله طريقة ضرب الأقواس أو الحدود الجبرية. لما أجي أضرب الحدود الجبرية الموضوع سهل خالص، مفيش فيه أي حاجة. طب نعمل إيه؟ أول حاجة هتعمل إيه؟ هتضرب الأولاني في الأولاني، تمام، والتاني في التاني. أظن كده مفيش حاجة صعبة. أنت دلوقتي بتضرب الحدود الجبرية الأولاني في الأولاني والتاني في التاني، تمام؟ فأنا بقول إيه بقى؟ الاثنين هنا واحد طبعا مش كده، 2 في 1 ب2، وسين في س بسين اس ايه؟ 2. وهنا سالب في موجب بسالب، بكتب في الاخر لا ننسى الحد الاوسط هيك اتكتب، 3 في 4 ب12. ده مكتوب هنا اهوت، تمام؟ طبعا هنا في، طبعا في هنا غلطه، يعني هنا كاتب 3 س تربيع، طبعا لا المفروض هنا 2، هنا 2 س تربيع، وهنا وهنا سالب 12. تمام. انا عايز بقى الحد الاوسط. الحد الاوسط اللي هو كنا قلنا قبل كده ان هو بيجي بعلامه الايه؟ الاضواء. علامه الايه؟ الاضواء. عارفين كتاب الاضواء؟
ده طريقته كده يعني، الشعار بتاعه هنا برضه هنعمل كده قوس قزح كده، الحدين اللي في النص مع الحدين اللي في الجنب اضربهم في بعض في الجنب كده، سالب 3 في س بسالب 3 س، و2 س في 4 ال2 في 4 ب 8 يبقى 8 س. طبعا دي موجب وسالب، اطرح ولا اطرح؟ موجب وسالب مختلفين اهوت، اطرح ولا اطرح؟ هطرح. اطرح ولا اطرح؟ هطرح. يديني كام؟ 5، 5 س، واحط اشاره الكبير اللي هو مين؟ الموجب، يبقى 5 س، موجب 5 س. هنا بقول انا عايز قيمه الكاف، الكاف هنا 5، ما تقولش 5 س لان هو جايب لك هنا السين. تمام؟ تمام كده؟ يبقى انا لما اجي اضرب الاقواس الاولاني في الاولاني والتاني في التاني، وبعد كده اعمل علامه الايه؟ الاضواء، وهتقابلنا برضو تاني. طب تمام، هنا بيقول لي 3 ونص في ايه يديني واحد؟ 3 ونص في ايه يديني واحد؟ في معكوس الضرب طبعا. اي كسره واي عدد في معكوس الضرب يديني واحد. اولا لازم ارفع الكسر بتاع ده. ارفع الكسر اتخلص من الثلاثه دي، اضرب واجمع على نفس المقام، اضرب واجمع، اضرب واجمع، الاثنين في ثلاثه بسته، واحد يبقى سبعه، سبعه على نفس المقام كام؟ اثنين. بقت سبعه في اثنين، سبعه على الاثنين، هنا بقى معكوسها بقى اثنين على سبعه. يبقى اثنين على ايه؟ على سبعه. ليه يا مستر؟ اهو اثنين على سبعه اهوت، تمام؟ السبعه على السبعه فال واحد، واثنين على اثنين فال واحد، يبقى اديني واحد. تمام؟ يبقى برفع الكسر، تمام؟ وايه؟ وبدي معكوس الضربي. الوسط الحساب للقيم، احنا قلنا ام نوال ديت اكتر رقم جاء، اما الوسط الحسابي مجموع القيم على عددهم، مجموع القيم على عددهم يعني مجموع دول على عددهم، يعني 2 زائد 3 زائد 2 زائد 2 زائد 3 زائد 6 زائد 7، 2 زائد 2 زائد 3 زائد 6 زائد 7 على عددهم، 1 2 3 4 5 كده يديني كام؟ ها 2 و2 4 و3 7، 7 و6 13 و7 يبقى كانوا 20، 20 على 5 فكام؟ فال 4. يبقى الوسط الحسابي كام؟ الأربعة. مجموع القيم، الوسط مجموع القيم على عددهم. تمام. سالب 3 على 5 زائد 2 على 3. ده أول درس خدناه خالص في جمع الأعداد النسبية. أفكرك بيه. بتعمل شرط الكسر كبيرة. بتعمل إيه؟ شرط الكسر كبيرة. وتضرب المقامات في بعض. تضرب المقامات في بعض، 3 في 5 ب 18. وبعد كده بعمل مقص. سالب 3 في 3 يبقى سالب 9، والزائد دي اتحط زي ما هي، والاثنين في 5 بكام؟ ب 10. بقت 10 ناقص 9 يديني 1 على كام؟ على 15. بقت الناتج 1 على كام؟ على 15. تاني طريقه الجمع، اعمل اضرب المقامات في بعض واعمل مقص، والطرح برضو نفس الكلام، اضرب المقامات في بعض واعمل ايه؟ مقص. الشرط اللازم لجعل 5 على س ناقص 2 عدد نسبي، كنت قلت لك قبل كده المساله دهيت 5 على س ناقص 2، لو جه قال لي عدد نسبي هبص تحت، عدد غير عدد نسبي، طبعا هنا جاب الموضوع مختلف شويه. تمام، الشرط لازم لجعل 5 على س ناقص 2 عدد نسبي، عدد نسبي هو ان السين لا تساوي، تمام؟ سين لا تساوي لانه هو جايب هنا المقام، لا تساوي، لا تساوي مين؟ هنا جايب السالب 2، اجيب معكوسها، اجيب معكوسها يديني كام؟ 2. يبقى اقول له س لا تساوي 2. طب ليه يا مستر؟ لان لو قلت هنا 2 ناقص 2 يديني ايه؟ 0. ما ينفعش اقسم 5 على 0. يبقى تاني الشرط لازم نرجع ل 5 على س ناقص 2 عدد نسبي هو س لا تساوي. طب اشمعنى قلت لا تساوي؟ عشان جايب لي المقدار الجبري تحت، المقدار الجبري تحت، وجايب لي هنا سالب 2 بجيب معكوسها موجب 2. طب لو كان جايب لي موجب 2 اجيب معكوسها سالب 2، معكوس الجمعي. باقي طرح سالب 5 من 3 ألف، باقي طرح سالب 5 ألف من 3 ألف. في الطرح اللي بعد كلمة من بيجي الأول، اللي بعد كلمة من بيجي الأول، اللي بعد كلمة من بيجي من اللي بعد كلمة من 3 ألف، يبقى 3 ألف. وهنا قال لي طرح يعني ناقص، ناقص كام؟ سالب 5. هنا في سالب وهنا في سالب، سالب 5 ألف أهو. طبعا في سالب وسالب يركب على بعض يديني موجب، اركبوا على بعض يديني ايه؟ موجب. بقى 3 زائد 5 يديني كام؟ 8. يبقى 8 ايه؟ الف. اذا كان س على ص بيساوي 1 فان 2 س ناقص 2 ص، سهله جدا. س على ص دي يا ولاد بيقول لي س على ص بيساوي 1، 1 ده اصله على 1، يعني س ب1 والص ب1 يلعب 1، يبقى س ب1 والص بايه؟ ب1. يبقى انا اعوض عن الس ب1. على فكره يا ولاد 2 س دي معناها الاثنين مضروب س، يبقى 2 في الس ده ب1، 2 في 1 ب2 ناقص 2 في الصاد، الصاد ليه ب1 برضه، 2 في 1 برضه بايه؟ ب2، بقى 2 ناقص 2 زيكو، 2 ناقص 2 زيكو.
المسألة ديت طبعا المفروض دي تكون سهلة، احنا بنتشكل عليها في الدرس دي، تمام؟ مين استخدم خاصية التوزيع في إيجاد الناتج؟ بشوف الرقم مين متكرر، الرقم اللي ايه المتكرر، مين 3 على 5، بقول 3 على 5 في وان فاتح قوس، على طول كده في خاصية التوزيع. اشطب على دي اتفضل لي 2 زائد، عشان الزائد دي اشطب على دي اتفضل لي 4، ما انا جبت واحد منهم مشترك ناقص، اشطب على دي ما تفضليش حاجه يعني 1، ما تفضليش حاجه يعني 1، يعني 3 5 على 3 5 في الواحد، وقلنا الموضوع ده قبل كده في الشرح المقادير الجبريه او الخاصيه التوزيع بتاع الدرس ده. 3 على 5 دي زي ما هي تنزل، وبحل القوس ده 2 زائد 4 8، 8 ناقص 1 يديني كام؟ 7. 2 زائد 4 6، 8 ايه بس؟ 2 زائد 4 6، 6 ناقص 1 يديني كام؟ 5. الخمسه دي تروح مع الخمسه دي تفضل لي كام؟ 3. تفضل لي كام يا اولاد؟ 3. طيب اجمع، اجمع ده المقادير الجبريه حبيبتي دي، 3 س زائد 5 ص ناقص 1، واحط تحتهم دولت س ناقص 2 ص زائد 3، واتاكد يا اولاد ان الس تحتها س والص تحتها ص والرقم ده تحت الرقم ده. طبعا ما بغيرش اشارات لان ده جمع. الس دي قدام واحد بس ما اتكتبش، 3 و1 4، 4 س ما تقوليش س تربيع. ما تحطليش التاتش بتاعك وتقوم قايل لي س تربيع. هنا موجب 5 وسالب، موجب وسالب مختلفين، اطرح ولا اطرح؟ اطرح ولا اطرح؟ اطرح، يديني موجب عشان اشاره الكبير. 3 ص و3 ناقص 1، ببدا بالموجب الكبير، 3 ناقص 1 يديني كام؟ موجب 2، هو ده الناتج. حلل باخراج العامل المشترك اللي احنا اخر حصه خدناها. اكتبها هنا كده. 3 س تربيع ناقص 12 س ص. قلنا بنختار اصغر رقم واصغر رموز، اصغر رقم هو مين؟ الثلاثه، واصغر رموز س تربيع وهنا س، هاخد الس. الص طبعا ملهاش. واقسم بقى 3 على 3 في الواحد يطير. س تربيع هناخد منها س، اتفضل لي س. السالب ينزل زي ما هو سالب. 12 على 3 او 3 في ايه يديني 12، 3 في ايه يديني 12 فال 4. السين دي تروح مع السين دي وتفضل لي اولاد، اتفضل لي الصاد. اطرح تبريره الامتحان ده يجي لكم والله العظيم. اطرح ده من ده اللي بعد كلمه من بيجي الاول اللي هو مين؟ 2 س ناقص 5 ص زائد 2. اللي بعد في الطرح اللي بعد كلمه من بيجي الاول، مش زي الجمع، الجمع بتحطهم تحت بعض وشقلب يلا ونخلص. الطرح لا، اللي بعد كلمة من بيجي الأول. أهو المقدار ده بيجي الأول. بعد كده أحط تحت ده. وأشد خط وأغير الإشارات، والنبي ما تنسى. والنبي ما تنسى تغيير الإشارات دي. هنا موجب أخليها سالب. هنا سالب أخليها موجب. تمام؟ هنا موجب أخليها سالب. والنبي ما تنسى حتة الإشارات دي. هنا موجب 2، تمام؟ يعني في عيل ممكن يطلعها بسرعه بس انا همشي معاك برضو حته بحته، تمام؟ ايه هي بقى؟ موجب وسالب، هطرح ولا اطرح؟ هطرح. 2 ناقص 2 صفر، خلاص يروح. وعدد معكوس يروح اصلا، المفروض اصلا اقول كده. موجب 6 ناقص 5، 6 ناقص 5 يديني 1 ص. عايز تكتبها ماشي، الواحد ماشي. هنا 2 سالب، موجب وسالب، اطرح ولا اطرح؟ اطرح، يديني كام؟ 5، واحط الشرط الكبير لو مين؟ 7. يبقى الناتج كله اولاد ص ناقص 5. ص ناقص 5. اختصر لابسط صوره، الف زائد 3 باء الكل اس 2 ناقص 6 باء 2 باء زائد ايه؟ الف. نركز معايا بقى، فكك بقى من اللي انت بتفكر فيه ده دلوقتي، خليك معايا. انت عندك هنا في القوس تربيعي ده هنفكه، وفي ده برضه هيتضرب في ده. ركز معايا يا معلم، ده يا مستر هحله ازاي ده؟ ده افك ازاي ده؟ طب ده ماشي افكه ماشي عادي، ده هيتضرب في ده وده هيتضرب في ده. عشان ما تغلطش حل ده لوحدها، يعني الف زائد 3 باء، لان انت لسه في اولى اعدادي ما عندكش الخبره الكافيه قوي، تمام؟ طب احل ده ازاي يا مستر؟ قلناها قبل كده في الشرح، ده هيتضرب في نفسه مرتين وده هيتضرب في نفسه مرتين، بعد كده ده في ده في ده. الالف هتضرب في نفسها مرتين وده هيتضرب في نفسه مرتين، بعد كده ده في ده في ده. تمام؟ أ في أ بأ تربيع. موجب في موجب بموجب. 3 في 3 ب 9، ب في ب ب تربيع. وده في ده في ده. 2 في 3 ب 6، موجب 6، والألف في ب ب ب. أنت كده طلعت الحتة الأولانية، طب الحتة التانية 6 ب
اتنين باء زائد الف، ده يتضرب في ده، 2 في 6 ب 12، والباء في باء بباء تربيع. قلت لها يا مستر باء وباء مش هناخد منها بقى واحده؟ لا، في الضرب بنبقى بالاسس، لان اس واحد اس واحد الاس بتتجمع، فباء في باء في بباء تربيع زائد الالف في 6 باء، 6 الف باء، يعني 6 في 1 ب 6، الواحد اللي قدام الالف ده، والالف في باء بالف ايه؟ باء. انت كده طلعت ده وكده طلعت ده. تقول لي كده تمام. في هنا بقى ايه؟ سنسايه صغيره. ديت توقع اي طالب. اي طالب توقعه. ايه هي؟ طبعا انت خلصت دي وطلعت المقدار بتاعها اللي هو ايه؟ الف تربيع زائد 6 باء، شوف تعالى نكتبها كده. الف تربيع زائد 6 الف باء زائد 9 باء ايه؟ تربيع. والمفروض هنكتب المقدار التاني ده اللي احنا طلعناه اللي هو 12 باء تربيع زائد 6 الف باء، بس فينا مشكله ان الستة دي قدامها ناقص، هو ده بقى المشكله الكبيره. انا حاطط لك هنا ناقص، هتقول يا مستر يعني الناقص عملت ايه؟ السالب دي يا حبيبه قلبي، السالب ده لما يخش على المقدار ده كله يغيره، يخلي الموجب سالب والسالب موجب. يعني احنا عملنا المقدار ده كله طلع ده، تمام؟ المقدار ده السالب موجب والموجب سالب. ده موجب ينزل سالب، سالب 12 باء تربيع، ده موجب ينزل سالب، ولو كان ده سالب يبقى موجب، لان السالب دخلت في ده غيرت اشاراته، سالب في سالب وموجب، والسالب في موجب بسالب. يا رب تكون فاهمين اللي انا عايز اقوله ايه. انت السؤال ده من البديهيات ومن دون الاساسيات، واكتر سؤال بيجي، وتخلي بالك انه لازم يحط لك ايه؟ مشكله في النص، سالب. السالب دي ده هي دي السالب دي، لو انت ما خدتش بالك من الحته ديت مش هتطلع المساله وهتحلها غلط. اصفي هنا بقى. اعمل ايه؟ اصفي. طبعا لو انت جبت لاحظ هتلاقي في اعداد بتروح مع بعضها، زي مين يعني يا مستر؟ 6 الف باء مع سالب 6 الف باء، عدده معكوس. تمام؟ هنا الف الف تربيع ملهاش تربيع زيها، تنزل زي ما هي. وهنا 9 باء تربيع سالب 12 باء تربيع، هطرحهم لان هم موجب وسالب، هطرح. يديني السالب 3 لان الكبير هنا سالب. انا خدت السالب عشان الكبير هنا سالب، هو ال 12 اشارته سالب فاخدته باء تربيع. بقى الناتج كله يا اولاد كام؟ الف تربيع سالب 3 باء تربيع. يبقى انا حليت القوس الاول وخدت، وتخلي بالك من ايه؟ من الاشارات. اوجد عددين نسبيين يقعان بين 2 على 5 و 3 على 4. السؤال ده برضو بيلخبط طلبه كتير. بص يا حبيبي، يجي يقول لك اوجد عددين نسبيين، اول حاجه بتعمله تقوم كاتب 2 على 5 كده و 3 على 4 كده، وسيبك انت من الكلام، بيقول لك ايه تعالى ناخد العامل المشترك والمتحد المشترك والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي، وانت تحس تحس ان دماغك طلعت حبايه من ورا ولا انت فاهم حاجه. تمام؟ لا، انت اول حاجه بتعمل ايه؟ لما يجي يقول لك اوجد عددين نسبيين، ثلاث اعداد، خمس اعداد، 20 عدد، حط الكسرين بعض عن بعض كده. ماشي؟ ما تخافش مش هينفجروا. 2 على 5 و 3 على 4، تعمل تحت دي شرط الكسر وتعمل تحت دي شرط الكسر. ماشي يا حبيب قلبي؟ طلعت هنا شرط الكسر وهنا شرط ايه؟ كسر. بعد كده اعمل ايه يا مستر؟ تضرب المقامات في بعض. 4 في 5 ب 20، اكتب هنا 20 واكتب هنا 20. واعمل ايه؟ مقص. 2 في 4 ب 8. 3 في 5 15. 3 في 5 ب 15. طلع بقى الاعداد بقى، قول الاعداد هي، وعايز عددين بس ما بين ال 8 وال 15. 9 على 20، 10 على 20، 11 على 20. يلا الاعداد كتير، خير ربنا كتير بقى، اديله بقى. يبقى انت لما اجي اقول لك اوجد عددين نسبيين، زي بالظبط مساله الزائد والناقص في الكسور الجبريه. تمام؟ زي الزائد والناقص في الكسور الايه؟ الجبريه. ما تخليش المساله دي تخليك تمنعك انك تجيب الدرجه النهائيه. يبقى انا حطيت الكسرين بعض عن بعض، ضربت المقامات في بعض، واعمل مقص هطلع الاعداد. طب افرض يا مستر انا ساعات بعملها بتقوم مطلعه ايه؟ ايه ايه ايه؟ تقوم مطلعه مثلا 4 على 17 مثلا يعني؟ اه. وقامت مطلعه بعد كده 5 على 17. اعمل فيها ايه؟ مفيش اعداد ما بينهم. اضرب في 10. زود هنا 0 0 0 0. بس 40 وعلى 170 و50 على 170، بعد ال 40 41 على 170. بعد الواحد 42 على 170، اديله اعداد كتير. الاسم مطوله، بعبع، صح؟ بعبع.
الاسم مطولة، ننصب الصوان بتاعنا كده، المقدار الكبير ده س تربيع زائد 5 س زائد 6، وهنا س زائد ايه 2. اول حاجة يا اولاد اقسم الاولاني على الاولاني، وبعد ما تقسم اضربه، يعني اقسمه واضربه، س تربيع على س يديني س، واضرب ده بده، س في س بس اس 2 زائد ال 2 في س بكام؟ ب 2 س. شد خط واعكس اشارات، يبقى انا قسمت وضربت، شد خط واعكس اشارات، ده موجب اخليه سالب، ده موجب اخليه سالب على طول، ده يروح مع ده. 5 ناقص 2 3، 3 س. نزل اللي عليه الدور، اند عليه اللي هو الست، بقت موجب 6. اعمل نفس الحكايه برضو تاني، اقسم الاولاني على الاولاني، وبعد كده ايه؟ اضرب 3 س على س، ال 3 س هناخد منها س، اهي 3 س هناخد منها س، اتفضل لي 3. اضرب 3 في س، 3 س زائد 2 في 3 ب 6. اعكس اشارات، هنا سالب هنا سالب، زيكو زيكو. تمام يا ولاد؟ اوجد الوسيط، الوسيط الوسيط ان ارتب واجيب اللي في النص. ارتب هيبقى الترتيب هنا ايه؟ 1 و3 و4 و9 و9. تمام؟ مين اللي في النص هنا؟ مين اللي في النص؟ اللي هو مين؟ الأربعة. ماشي يا ولاد؟ طب تمام. ده المحافظة اللي عليها الدور بيقول لي، أو الامتحان اللي عليه الدور بيقول لي باقي طرح 1 على 5 من سالب 2 على 5. قلت لك برضو من شوية اللي بعد كلمة من بيجي الأول، خلي بالك. يبقى سالب 2 على 5 وطرح ده يعني ناقص 1 على إيه؟ على 5. هنا 5 و5 آخد 5 واحدة. سالب 2 سالب 1 الإشارات هنا متشابهة، شبه بعض. يبقى أجمع. يبقى إيه؟ أجمع. هيديني سالب 3، سالب 3 على 5. المعكوس الضربي للعدد 2 على 3، يعني شقلب شقلبة شقلبة شقلبة، المعكوس الضربي شقلب 3 على 2. العدد النسبي ألف على باء يكون موجب إذا كان مين؟ امتى يكون موجب العدد ده؟ امتى يكون موجب؟ لما يكون الالف والباء، ايوه، اصغر من الصفر. يعني ايه اصغر من الصفر؟ يعني عددين سالبين او اكبر من الصفر. يبقى انا اقول له اذا كان الالف والباء اكبر من الصفر، او ممكن اقول له الالف والباء اصغر من الصفر. ليه يعني يا مستر؟ يعني ايه اكبر من الصفر؟ يعني موجب، يعني موجب على موجب، ما ده على موجب على موجب يديني موجب، او ممكن يكون اصغر من الصفر يعني سالب، سالب على سالب يديني موجب. يبقى انا اقول له اذا عند نسبي يكون موجب اذا كان الف وباء اكبر من الصفر او الف وباء اصغر من الصفر. ما ينفعش شيء واحد منهم بس، الاثنين لازم يكونوا كده. العدد الذي يقع في منتصف المسافه بين العددين 4 على 11 و6 على 11 هيكون مين؟ 5 على 11، ده اللي في النص ما بينهم. العدد س زائد 1 على س زائد 3 تنتمي النون اذا كان س لا تساوي. يعني ايه تنتمي النون؟ يعني عدد نسبي، ابص فوق ولا ابص تحت؟ ابص فوق ولا ابص تحت؟ عدد نسبي ابص فوق، ابص ايه؟ فوق. هو قال لي هنا س لا تساوي، ابص تحت. ولو جه قال لي س تساوي هبص فوق، البسط يعني. س لا تساوي هبص تحت. قال لي هنا س لا تساوي ابص تحت. هنا بيقول لي ايه؟ موجب 3 هات عكسها يبقى سالب 3. المعكوس الكامل عدد 1 على 5 اس 0، اي حاجه اس 0 بواحد. والله لو قال لك سالب 35 على 117 اس 0 بواحد. يبقى عايز المعكوس الجمعي، يعني عكس اشاره، يبقى سالب 1. هنا بيقول لي س ناقص 2 على س يساوي 0، ابص فوق ولا ابص تحت؟ ابص فوق. لسه فوق، ابص فوق. جايب لي سالب 2 اجيب عكسها موجب 2. سالب 2 اجيب عكسها موجب 2. 4 على 9 في ايه؟ يديني 1 في المعكوس الضرب اللي سالناه في الامتحان اللي فات، 9 على 4. مين الكبير هنا؟ 5 على 6 ولا 2 على 3؟ الكسور ده درس، ده سؤال في سنه رابعه. فبعمل مقص 3 في 5 ب 15 و2 في 6 ب 12، والكبير هيكون مين؟ 15. يبقى اكبر من. اذا كان س زائد تلت يساوي صفر، فإن قيمه السين بايه؟ يا ولاد س دي يعني نقط، نقط. تمام؟ نقط. تلت زائد ايه يديني صفر؟ مش عارفها يا مستر برضو. يا ابني يا حبيبي ده سهله خالص. تلت زائد ايه يديني صفر؟ تلت زائد صفر. لا انت كده متخلف.
تلت زائد صفر ايه يعني؟ 5 زائد صفر يديني صفر. بلاش تلت، حط مكانها 5. 5 زائد ايه يديني صفر؟ 5 زائد ايه يديني صفر؟ اه ما ينفعش. لا ينفع، 5 زائد سالب 5 مع معكوسه الجمعي، يبقى التلت تيجي مع ايه عشان تديني صفر؟ سالب تلت. سالب ايه؟ تلت. سالب تلت. طب تمام، هنا بقول 2 و5 زائد تلت، ده حبيب قلبي كده، ده بيحبني، جايب لي اسئله مباشره وسهله. ارفع الكسر بتاع ده، 2 في 5 اضرب واجمع، 2 في 5 في 10 و10 و1 11 على 5 زائد 1 على 3 بيعمل ايه بقى؟ اضرب مقامات في بعض واعمل مقص، 3 في 11 ب 33 و1 في 5 ب 5 هيديني 38 على ايه؟ 15. خلاص يا اولاد؟ شوف بقى لو كان بتقبل اسم التبسيط اعمل لها ايه؟ تبسيط، بس هي ما بتقبلش. 2 على 3 على 1 على 6. طبعا انت عارف هنعمل ايه؟ 2 على 3 ديت بتتكتب زي ما هي، والعلى دي بتتشقلب بتبقى فيه، والواحد على 6 بتبقى 6 على ايه؟ على 1. يبقى 2 على 3 زي ما هي، العلى بتبقى فيه، و1 على 6 بتبقى 6 على 1. 2 في 6 ب 12 على 3 في 1 ب 3. 3 في يديني 12، 3 في 4 بس. 3 على 5 ناقص 2 من 10. 3 على 5 ناقص 2 من 10، ده اصلها 2 على 10. اصلها 2 على ايه؟ على 10. واضرب المقامات في بعض، 5 في 10 ب 50 واعمل مقص، 3 في 10 ب 30 والناقص ناقص 2 في 5 بايه؟ ب 10. بقت 20 على ايه؟ على 50. الصفر يروح مع الصفر ده، ف 2 على 5. حاجات سهلة والله العظيم يا أولاد ومباشرة جدا. طب يا ريت برضو الامتحان ده يجي لكم. أوجد ثلاث أعداد نسبية تقع ما بين، زي ما قلت لكم دلوقتي، أوجد أعدادين نسبيين أو أوجد خمس أعداد بكتبهم بعض عن بعض وأضرب مقامات في بعض، يديني هنا 30 ويديني هنا 30. وأضرب بقى السالب زي ما هي سالب ال 4 في 6 ب 24، والسالب زي ما هي سالب ال 5 في 5 ب 5 وإيه؟ و20. أهي سالب 24 على 30 وسالب 25 على 30، مفيش حاجة بتقبل اسمها بينهم، بقوم ضرب في 10. 10 10. هنا احط صفر، وهنا احط صفر، وهنا احط صفر، وهنا احط صفر. بقت سالب 240، او اجيب انا بقى اقول له سالب 241 على 300، سالب 242 على 300، سالب 243 برضو على ايه؟ 300. خلاص يا اولاد؟ تمام. اذا كانت س بكذا، اذا كانت س بكذا والصاد بكذا والعين بكذا، اول قيم العدد مقدار س ناقص عين على صاد، س ناقص عين على صاد. طبعا قلت لكم اي مساله تلاقي فيها قوس احل القوس الاول، ركز معايا، اي مساله تلاقي فيها قوس حل القوس الاول، يعني القوس ده في الاول حله. عين على صاد العين بكام؟ سالب 2. على الصاد، الصاد بكام؟ سالب 1 على 4. حاجات سهله ايه؟ السالب 2 دي اصلها على 1، تمام؟ سالب 2 على 1 زي ما هي، والعلى ده تتشقلب اشقلبها تبقى فيه، وسالب 1 على 4 تبقى ايه؟ سالب 4 على 1. ها معايا؟ السالب ده يروح مع السالب ده يابا، لقيت سالبين يروحوا مع بعض يطرقعوا بعض، اتفضل 2 في 4 ب 80. طبعا الواحد تحت ملوش اي قيمه، او ممكن تقول 8 على 1 ف 80. يبقى انا كده طلعت العين على صد بكام؟ ب 8. حط بقى السين، هقول له سين ناقص عين على صاد تساوي السين اللي هي بكام؟ 3 على 2 ناقص اللي هي بكام؟ العين على صاد اللي احنا طلعناها بكام؟ ب 8. ال 8 دي اصلها على ايه؟ على 1. واعمل ايه؟ اضرب المقامات في بعض، 2 في 1 ب 2 واعمل مقص، 3 في 1 ب 3 ناقص 2 في 8 ب 16. طبعا ببدا من على اليمين في المقص. اتفضل سالب 13 على ايه؟ على ال 2. سالب 13 على ال 2 وممكن تختصرها او ممكن تبسط او تقسمها، هتبقى بكام؟ 12 على 2 فيها 6 ونص، سالب 6 ونص. تمام يا ولاد؟ تمام. استخدم خاصية التوزيع، ياه اجيب المتكرر 4 على 7 او قايل فيه وهو فاتح قوس، اشطب على دي واشطب على دي، اتفضل لي 9 زائد 5. 4 على 7 زي ما هي، في 9 زائد 5 14، 14 ده اصلها على ايه؟ على 1، 14 على 7 فيها 2، 2 في 4 ب 8. اخد ده برضو، اخد المتكرر مين؟ 35، واقول فيهم فاتح قوس، اشطب على دي واشطب على دي واشطب على دي،
اتفضلي 3 على 4 زائد نص ناقص ربع 35 في، تعالى بقى معايا بقى، 3 ارباع جنيه زائد نص جنيه. ايه ده يا مستر؟ يا عم خليك معايا، انت مش بتعرف الفلوس. 75 قرش اللي هو 3 ارباع، 75 قرش زائد نص جنيه يديني جنيه وربع. الجنيه وربع دهوت شيل منه ربع، اتفضل لي جنيه. بص بس كأنك قاعد في الميكروباص بتحاسب، 3 ارباع زائد نص، 3 ارباع جنيه اللي هي 75 قرش زائد نص جنيه يديني جنيه وربع، جنيه وربع شيل منه ربع ناقص ربع اتفضل لي جنيه. 35 في 1 ب 35. بس ما تصعبش الدنيا، رتب تصاعديا. ايه الامتحان ده؟ ده امتحان ده بتاع تانية ابتدائي ده ولا ايه ده؟ ده جاي مباشر مباشر يعني، احنا عندنا في الدهلية ما فيش الكلام ده. رتب تصاعديا 19 على 7 فين الامتحان ده؟ البدرشين. البدرشين يا بختكم. 19 على 7 و19 على 2 و19 على 5 رتب تصاعديا. طبعا لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا المقامات هي اللي شبه بعض من فوق، لو كان المقامات شبه بعض من تحت احل عادي من الصغير للكبير، تمام؟ اما هي متشابه من فوق يبقى العكس، الكبير ابو رقم صغير. لو كان متشابه من فوق يبقى العكس، هو عايز نرتب تصاعديا يعني من الصغير يبقى اختار ابو رقم كبير. شوف جاي العكس ازاي، ابو رقم كبير يبقى ده الواحد، بعد كده اتنين، بعد كده ده 3 4 5. المعكوس الجمعي للعدد 7 على 25 في سالب 5 اس 2، ولا يهمك ولا يهزك، حد وحلها، حلها الاول. المعكوس الجمعي يعني عكس الاشاره، حل دي الاول وبعد كده حل عكس الاشاره، نفهم بقى شويه بقى، حل ده الاول وبعد كده حل عكس الاشاره. 7 على 25 في سالب 5 اس 2، حل دي، سالب 5 اس 2 يعني مضروب نفسها مرتين، سالب في سالب بموجب، 5 في 5 ب 25، ده تروح مع ده لان ده اصل على واحد، اتفضل لي ايه؟ 7. عايز المعكوس الجمعي لعدد 7 يبقى سالب 7. يبقى لما اجي اقول لك المعكوس الجمعي احل الاول بعد كده اطلع عكس الاشاره. اذا كانت س ناقص 5 على س ناقص بتساوي صفر، ساوي ابص فوق ابص تحت، ابص فوق جايب لي سالب 5 اجيب معكوسها عكسها يبقى موجب 5. ألف مضروب في ألف زائد باء ناقص باء في ألف زائد باء، قال لي هنا ألف زائد باء، طبعا هنا لو جيت تلاحظ هتلاقينا في قوس متكرر وخد العامل المشترك. ألف زائد باء اللي هو ده أشطب عليه، هو خده أهو، أقول في وأقوم فاتح قوس، ده عامل مشترك، اتفضل لي ألف ناقص باء. هو أخد عامل مشترك، يعني العامل المشترك يا مستر؟ يعني المتكرر، المتكرع في المسألة، تمام؟ إذا كان المناول للقيم 15 و9 وس زائد 1 و9 و15 هو 9، ركز معايا. أنت يا مستر قلت لي إن المنوال أكتر رقم جه، تمام؟ يبقى 9. لا غلط. ليه؟ افهم السؤال. قال لي إذا كان المنوال للقيم كذا وكذا وس زائد 1 وكذا هو 9. هو دي عايدة على مين؟ هو دي عايدة على مين؟ على المنوال. هو ده ضمير. عايد على مين؟ على المنوال. قال لك المنوال 9. المنوال 9. فعايز قيمة السين، السين دي زائد 1، هو المنوال 9. عايز قيمة السين، السين ديت يا ولاد يعني نقط. 1 زائد ايه؟ عشان يديني 9. دي معنى المسألة دي، 1 زائد ايه؟ يديني ايه؟ 9، 1 زائد 8. تمام؟ 1 زائد 8، السن دي يعني نقط، بيقول لي المنوال هو 9. يعني هو جايبهولي. الوسط الحساب للقيم، وسط حساب مجموع القيم على عددهم، ده زائد ده زائد ده زائد ده على عددهم اللي هي الأربعة. عدد الأعداد الصحيحة الواقعة من 7 على 4 على 4 و11 على 8. قال لنا عدد صحيح. عصر يعني بيبقى الاسم زي الخمسة، الستة، السبعة، الثمانية، التسعة. هتضطر أنت يا حبيب قلبي تقوم عامل إيه؟ تطلع الاعداد النسبيه اللي ما بينهم. اعمل يعني يا مستر تضرب مقامات في بعض 32 و32 واعمل مقص، هنا 56 وهنا 44، هتفضل ماشي بقى. 45 ينفع تقسم على 32؟ لا.
46 لا، 47 لا، 48 لا، 49 لا. عايز تسمع نصيحتي؟ ال 32 حد الدبل بتاعها. ما ده اللي ينفع يسمع ليه؟ تمام؟ حاطط الدبل بتاعها اللي هي كام؟ 64. ما لازم الحاجه تقبل الاسم عليه؟ ما ده عدد صحيح. يعني ايه عدد صحيح؟ يعني الرقم اللي فوق لازم يقبل الاسم على تحت. طب الرقم المفروض لازم يكون اكبر من اللي تحت. 32 حاطط الدبل بتاعها. يعني 32 و32 64. فين 64 ما بين ال 44 و56؟ لا، يبقى صفر، ما فيش اعداد صحيحه. ما فيش اعداد صحيحه. لو جه قال لي اعداد نسبيه اقول له عدد لا نهائي. اقول له اعداد لا نهائي. خلاص. اذا كان 5000 بيساوي 45 والالف باء بيساوي 1، فين قيمه الباء؟ 5000 بيساوي 45 والالف باء بيساوي 1، فعايز قيمه الباء. يعني ايه 5000 بيساوي 45؟ يعني 5 في ايه؟ ما الف دي نقطه، 5 في ايه يديني 45؟ 5 في ايه يديني 45؟ 9. 5 في 9 يبقى الف قيمته بكام؟ ب 9. تمام؟ قيمته بكام؟ ب 9. هشيل الف دي بقى واحط مكانها ال 9 دي، شيل دي واحط مكانها 9، بقى ال 9 بقى بتساوي 1. هقسم على اللي قدامي الباء زي ما خدنا في سنه 6 اللي هي ال 9. ال 9 دي تروح مع ال 9 دي، يبقى الباء بكام؟ ب 1 على 9. الباء بكام؟ بواحد على 9. يبقى انا قلت 5 في الف بيساوي 45، يعني 5 في ايه يديني ايه؟ 45. 5 في ايه يديني 45. طب تمام. 2 س زائد 3 س تزيد عن، كلمة تزيد عن يعني في هنا ناقص. تزيد عن يعني ناقص، بحلها عادي. 2 س زائد 3 ص، خلي بالك، و3 ص ناقص 2 س، بجيب المقدار ده الاول، ما دام كلمه تزيد اجيب ده الاول عادي وده تحتيه. وتزيد يعني ناقص، يعني عكس الاشاره. الموجب دي تبقى سالب والسالب دي تبقى موجب. ما انا بعكس اشاره المقدار الثاني، انا بعكس اشاره المقدار الثاني، خلي بالك. طبعا المفروض ده يروح مع ده، 3 ص مع سالب 3 ص عدد معكوس، يفضل لي 2 س، موجب 2 س يفضل لي 4 س. اتفضل لي ايه؟ 4 س. يبقى كلمة تزيد دي يعني ناقص، كأنك بتطرح المقادير الجبرية، وده الأولاني وده اللي تحتيه. س زائد ص كل أس 2 ناقص س ناقص ص كل أس 2. اديني ايه؟ هنا ولادة هحللها برضو. يعني أنا هنا هعمل ايه؟ هحللها برضو. ازاي؟ هفتح قوسين. س زائد ص أس 2 دي عبارة عن س زائد ص هي مضروبة بس زائد ص. والسالب ده عباره عن سالب في موجب. وس ناقص ص عباره برضو عن س ناقص ص مضروبه برضو في س ناقص ص. تاني اكتبها تاني. اهوت، خلي بالكم السؤال ده. فانا بقول ايه؟ هفتح قوسين. س زائد ص اس 2 معناها مضروب ان س زائد ص مضروبه برضو في س زائد ايه؟ ص. السالب دي عباره عن سالب في موجب. وس ناقص ص اس 2 معناه ان س ناقص ص مضروبه برضو في س ناقص ص. خلاص؟ دي معناها. السالب في المقدار ده كله يغيره. ده س زائد ص زي ما هو. سالب في موجب بسالب، وسالب في سالب موجب ص. سالب س موجب ص. سالب وموجب بسالب س، وسالب بسالب وموجب ايه؟ ص. طبعا ده هيروح مع ده، يتفضل لي 2 ص. في، لان هنا في النص بس ما اتكتبش. وهنا س زائد ص هيتكتب هنا موجب س ناقص ص. ص دي تروح مع الص دي. يتفضل لي هنا س، ويتفضل لي هنا س، هنا واحد وهنا واحد، يبقى 2 س. بقت الإجابة 2 في 2 ب 4 وس في ص ب س ص، يبقى الإجابة 4 س ص. 4 إيه؟ س.